مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله هنعمل مهارات جديده ووصفات سهله وسريعه، ونبدا بقى نميل، لاني عارفه انه بدانا يعني ايه في القرب من الترم الاول، انه ان شاء الله امتحانات الشهر الثاني، وبعدين هنبدا في امتحانات الترم، فكل الامهات اكيد محتاجين وصفات سريعه وبسيطه وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت، وتبقى ايه يعني لو حد راجع من الشغل يعملها على طول وتطلع معانا ان شاء الله. اتمنى يا رب ان الكومنتس اللي جات لي على الحلقات الاسبوع اللي فات تكون يعني نالت اعجاب حضراتكم، وخلينا نتكلم عن الوصفه اللي هنعملها دلوقتي. احنا الفراخ عاده الطاووق دايما متعودين عليه ان احنا بنشويه يا اما في الفرن يا اما على الجريل يا اما مثلا شوايه فحم، غالبا ما بندخلوش في وصفات كتيره قوي غير كده. خلينا النهارده نعمل بيه وصفه حلوه زي طاجن كده سريع وخفيف، يدخل ني في ني كده في الفرن، ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. نقول المقادير بسم الله. عندي اي يعني حجم او اي عدد من الشيش طاووق اللي حضراتكم تحبوه انا هحطه كامل مش هقطعه، تمام. وعندي بطاطس متقطعه مثلا مكعبات، وعندي طماطم متقطعه مكعبات، وعندي طبعا فلفل اخضر رومي، ممكن اللي عايز يستعين بالفلفل الالوان ماشي، وعندي كمان ليمون. عندي بقى الصوص، صوص جميل قوي قوي هيعجب حضراتكم وبيدي طراوه كده، وخصوصا ان كمان الافخاذ او الشيش طاووق ده الجزء اللي هو السفلي من الفرخه او الجزء الاحمر من الفرخه دايما بيبقى فيه طراوه عن الصدر. حتى لو انتوا استخدمتوا الصدور ان شاء الله هتبقى جميله بالصوص ده عشان فيه زبادي. عندي 3 معالق من الزبادي، وينفع لبن رايب او الزبادي. عندي نص كوبايه من زيت الزيتون، وعندي بصلايه، وعندي فصين ثوم مفرومين، معلقه هريسه ده حسب الرغبه، او قرن فلفل زي ما تحبوا، معلقه صلصه طماطم، معلقه خل، زعتر جاف وكمون وبابريكا وملح وفلفل. ده صوص كده جميل. تعالوا بقى نبدا كده. اول حاجه نقول بسم الله. هنجيب بوله كده كبيره، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط بقى الايه مكونات الصوص ده الاول. بسم الله. خليني بقى ايه ابدا مع حضراتكم كده. ناخد اول حاجه كده الزبادي. اولا الزبادي ده من الحاجات الجميله بتساعد على طراوه الايه الفراخ جدا، حتى لو عاملين صدور هتلاقوها طريه وجوسي وجميله جدا. من عينيا. حاضر، بس كده تأمروا حبايبي. حاضر، بسم الله. هناخد كده الزبادي معلقتين ثلاثه كده، حتى لو بقاله فتره طويله عندكم في الثلاجه ما يجرالوش حاجه، طالما هو مش بلدي، طالما هو بتاع شركات يعني ما يجرالوش حاجه. طيب هناخد بقى شويه من زيت الزيتون، وعندي شويه من البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بقى كده رشه كمون، مش كتير الكمون ما بنكترش منه، زعتر بقى حبه حلوين، معلقه كبيره كده حلوه، والبابريكا برضو معلقه حلوه. وهناخد بقى كده ايه الهريسه، بسم الله، معلقه دي اختياري بتدي تيست كده خفيف، ما هياش يعني قويه جدا. والصلصه، بصوا بقى خليط جميل وسهل، كل ده ما عدا الخضار. وهناخد طبعا الثوم المفروم، وهناخد بقى كده كمان معانا بسم الله الملح والفلفل. بسم الله. اللي عايز يحط مكعب مرق ماشي، بصوا كده معلقه ملح، حط معلقتين لان انا الخليط ده هو اللي هيطعم عندي الايه الفراخ والبطاطس. والبطاطس انتوا عارفين ساعات بتمتص من نسبه الملوحه بتاعه الاكل. بصوا بقى هنقلبه كده، هنحط البصل بقى كده هنا هياخد من الخليط الحلو ده، وبعدين هنضيف الفراخ. الفراخ دي بقى اهم حاجه بنقلبها في الصوص بتاعنا ده علشان تبقى ايه، بسم الله، تاخد منه. طبعا تسيبوها بقى في يعني في التتبيله دي شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط طبعا خل لسه، بصوا انا سايباها زي ما هي عشان تبقى كبيره. اشيل بقى دي هغطس بيها، بس اشيل ده من هنا. وهبدا بقى شويه خل، معلقه كبيره، وهاخد كده. ومعانا ام جوزيف حبيبتي، صباح الفل.
صباح الجمال عليكي، يا شوف عظيمه ازاي. الحمد لله حبيبه قلبي، ازيك يا ام جوزيف؟ الحمد لله، ربنا يخليك ما تحرمش منك. وحشتينا والله جدا. وانتي يا قلب وحشانه كتير، ربنا ما يغيبك ابدا عننا يا شوف عظيمه. امين يا حبيبتي ويخليكوا ليا. تسلم ايديكي، ربنا تسلمي. يخليك. الله يخليك يا ام جوزيف. بصي يا حبيبه قلبي، أموري. انا جبت كرومبه وعملت منها وتبقى شويه، عايز اعمل اللي هي شوربه الخضار اللي بيحكوا عليها دي. الحارقه دي؟ حاضر. وصفها لي يا رب يخليك. حاضر، عيني عيني. تسلم عينيكي. هنزل لك مقاديرها حالا، دي جميله. حاضر من عينيا. بصي يا ام جوزيف، احنا طبعا بنعملها على ميه عاديه خالص عشان ما تبقاش فيها مرق ولا دسامه ولا اي حاجه. قطعي الكرنب عادي جدا جدا، ويتحط معاه كرفس، وبيحطوا معاه لو عندك حته جنزبيل، بيحطوا معاه جزر، كل الحاجات اللي انت حباها في الخضروات. وبعدين بنسيبها بقى تغلي شويه، وما بن يعني ما بنسويهاش بنسبه كبيره قوي، بيبقى ماسكه نفسها كده حلوه. حطي بقى المنكهات، حطي حبهان، حطي اللي انت عايزاه. الـ يعني الشوربه دي جميله، من الشوربات اللي بتدفي وبتحرق دهون ومفيده جدا. الحقيقه الكرنب مفيد جدا جدا جدا، ليه فوائد كتير. تعالوا بقى نجيب البايركس كده، ناخد ده مثلا. تعالوا بقى ناخد الاول شويه فلفل كده، شويه، ونحط جزء فوق الفراخ. ماشي كده حبايبي، ناخد كده. حاضر يا حبايبي، تسلموني. نحط كده كده. حاضر. وناخد شويه من البطاطس هنا، وبعدين هنحط شويه من الفراخ دي. بقى ميزتها كده طبق ايه جميل وسهل، وطعمه بيطلع جميل وحلو. الناس بقى اللي مش عارفه فوائد الفراخ، عايزه اقول لكم ان الفراخ دي بتعمل اجسام مضاده وبتقوي المناعه. بس الفراخ اللي بتاعتنا اللي احنا تربيه بيتي، عايزه اقول لكم كمان بتساعد استنوا كده، اخد دي بس احسن بتتزحلق مني. احط كده على الوش. ليه بقى؟ انا عايزه الصوص ده ينزل الدسم والحلاوه بتاعه الفراخ على الخضار. بصوا، على فكره الفراخ دي غنيه فيتامين بي، وقويه، بتقوي الاعصاب جدا. وعايزه اقول لكم كمان بتنزل من الكوليسترول، خفض الكوليسترول الضار من الجسم، وفيها نسبه حديد حلوه، وفيها نسبه زنك كمان. بصوا بصوا، وفيها نسبه مغنيسيوم كمان، بتعالج الاكتئاب. اهم حاجه تبقى الفراخ اللي انتوا عارفينها الجميله بتاعتنا، مش الفراخ اللي ايه البيضه، عاده دي بتبقى رائعه. بصوا بقى الصوص ده والحاجات الجميله دي. انا طبعا لسه معانا دينا من القاهره. يا اهلا وسهلا يا دندون، صباح الخير. اهلا يا روح قلب. ازيك يا روح قلب؟ الحمد لله. يا سوري على التقصير، الاسبوع اللي فات ما اتكلمناش، بس كنا بنتفرج والله. يا حبيبتي تسلمي، والله شرف ليا، متابعتكم الغاليه عليا والله. احنا اللي سعداء. واسمحي لي بس اقول لزينة كل سنه وهي طيبه، سنه عيد ميلادها كان امبارح. يا روح قلبي كل سنه وهي طيبه، عقبال مليون سنه. ويبعت لك بوسه كبيره قوي قوي، وبتقول لك ان شاء الله لازم في يوم تكلمك تسمع صوتك، عشان يبقى ده كده بالنسبه لها يا حياتي. لا ده انا هكلمها عشان اقول لها كل سنه وهي طيبه عقبال مليون سنه. حبيبتي ربنا يخليكي. حبيبتي عقبال ما تشوفيها عروسه يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي، تسلمي، والحاجات الحلوه اللي بتعمليها لنا دي ربنا يخليكي. حبيبه عمري تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك يا حبيبي. ودايما منوره، وان شاء الله نطمن على صحه كابتن محمود، ودايما الاهلي كده في تقدم وازدهار. امين يا نور عيني، تسلمي لي يا رب، نورتيني وشرفتيني. كل سنه وزينة القمر طيبه وعقبال مليون سنه. حضرتك طيبه حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، شرفتيني ونورتيني. يا بنوتات الصوت عندكم ضخم قوي، وانا مش سامعاكم كويس، فمعلش قولي كنتوا بتقولوا ايه. انا هاخد بقى من هنا رشه زيت زيتون. النهارده كمان عندنا، مش النهارده، هو كان امبارح، ندى مساعد المخرج كان عيد ميلادها، بنقولها كل سنه وانت طيبه يا ندى. برضو مين عيد ميلاد مين تاني يا رانيا؟ مامة ندى؟ لا مامة ندى حبيبتنا بقى، دي مامة ندى دي روح قلبي، كل سنه وهي طيبه. مامة ندى الاعداد بتاعتنا، رئيس تحرير البرنامج، بقول لها كل سنه وحضرتك طيبه حبيبتي، والله العمر كله ليكي يا رب، وتفرحي باحفادك حبيبه قلبي. بصوا بقى انا عملت كده، هحط نقطه واحده، نقطه من المرق كده، مرق الخضار، حاجه بسيطه بس اهو. هو بقى هيبقى مع نفسه كده وهياخد وقته، والحاجه دي هتغلي كده في الفرن وتبقى جميله. وبصوا حاجه سهله وبسيطه، وبصراحه طعمها هيطلع ان شاء الله روعه.
ويعجب حضراتكم باذن الله. والحاجات البسيطه السهله اللي في الفرن دي ميزتها انها خفيفه وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت كتير. بسم الله. تعالوا بقى هنا نحط كده في الفرن. انا نزلت بس الشبكه سنه واحده لكن برضو مرتفعه وسايباه الحراره على 180، ممكن 200 في الاول اول 10 دقائق وبعدين تقللوا الحراره 180 مفيش مشكله. طبعا ده شيش طاووق مخلي فيعتبر ان هو ما فيهوش عظم فالفرخه مش هتحتاج تتكمر. تتكمر يعني ان انا احط ورقه زبده واغطي بورقه فويل علشان اقمرها كويس فعشان تستوي كويس. واهم حاجه ان الفراخ لو حضراتكم هتعملوها فرخه كامله زي مثلا 4/4 يبقى احنا هنبدا نقمرها بورقه الزبده ونغطي بالفويل ونسيبها اول التسويه كده، وبعد اما تقرب من التسويه هنشيل الورق الفويل ورقه الزبده ونسيبها تاخد اللون الحلو في الفرن. دلوقتي بقى انتوا عايزيننا نطلع ايه، استراحه؟ قولوا لي. طيب احنا بقى دلوقتي هنستسمح حضراتكم هنطلع لاستراحه وان شاء الله نرجع بعد الاستراحه نعمل شوربه جميله محببه عند ناس كتير ونشوف مع بعض بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنبدا مع بعض يعني هنعمل شوربه كده لطيفه وبسيطه، وطبعا الشوربات دي هنبدا بقى يعني ايه نتالق فيها فتره الشتاء لانه هي من الحاجات اللي حقيقي اولا بتبقى في منها شوربات مشبعه جدا ومفيده جدا، وزي ما عملت كده وقالت ام جوزيفه انا عايزه استفيد بالكرومب اللي عندي. كرومب من الحاجات الرائعه جدا للحرق ومفيد جدا جدا، وهنتكلم بعدين على شوربه الشوربات او انواع الشوربات والمشروبات الحارقه اللي بتساعد في الحرق. طبعا بعيدا عن الناس اللي هي ممكن تتعب شويه من الزنجبيل او من القرفه انه بيعلي الضغط عندهم، هنحاول نشوف بدائل ثانيه تبقى مريحه ليهم مشروبات يعني ايه تنول الاعجاب. هبدا في وصفه ثانيه هي شوربه الكريمه. احنا هنعملها شوربه مش عايزاها تبقى تقيله قوي، يعني انا مش عايزاها تبقى دسمه قوي للدرجه دي، اللي عايز يخليها زي ما هي دسمه اوكي. انا النهارده هخففها بمرق الخضار. هحط معاها للقوام مش هحط دي ابيض هحط دي شوفان. فخلينا نقول المقادير، عندي صدر دجاجه متقطع مكعبات صغيره، وعندي بصله مفرومه، معلقتين من دقيق الشوفان، عندي كوبايتين من اللبن خالي الدسم. انا بحاول اقنن شويه في المضمون بتاعها عشان اللي عايز يشربها وما يبقاش حاسس بالذنب يبقى براحته. عندي كوبايتين من المرق الخضار، وطبعا اتفقنا مرق الخضار ده ممكن نعمله ازاي وهقوله تاني لحضراتكم. عندي كريمه، انا باخد ربع كوبايه من الكريمه، الكريمه دي يعني حاجه تدي طعم كده خفيف وجميل. معلقتين زيت ممكن يبقوا زيت زيتون، عندي بصل باودر، عندي زعتر، عندي ملح وفلفل ابيض. طبعا اللي عايز يضيف رشه من جوزة الطيب اختياري دي حاجه ترجع لحضراتكم. انا هنا مسخنه الحله على النار، هاخد كده معلقتين من الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا بقى اشوح فيهم البصلايه، مش عايزه يعني اكتر، هما معلقتين كده حلوين. هاخد البصل بسم الله الرحمن الرحيم ونشوح كده تشويحه حلوه. البصل لما بينزل في الحراره بيمتص الحراره قوي وايه ويبرد البان، وبنفس الوقت ما يخلينيش اخد نسبه دهون كتيره. هاخد رشه ملح بسيطه ومش هنسى ان انا عندي مرق فالمرق مملح. طيب انا عندي هنا فلفل ابيض فاحط من الفلفل الابيض. خلاص طبعا نكهه الفلفل الابيض مختلفه عن الفلفل الاسود لكن بينفع لكل الصوصات البيضاء يفضل يعني. اهو وهاخد معاهم الفراخ كده هنشوح. انا بصور لايف وانا مع حضراتكم، يعني انا مفتقده جدا الكلام مع اصدقائي الناس اللي على صفحتي. انا بشكرهم، بشكر التواصل بتاعهم، بشكر كلماتهم الراقيه، وبشكر دعواتهم اللي من القلب. يعني ببقى نفسي اتواصل معاهم اكتر وقت ممكن بشكل قوي، لكن انا يمكن مش من الشخصيات اللي بتبقى بتكسر قوي من اللايف، لكن بحاول اعمله على قد ما اقدر عشان حابه اتواصل مع حضراتكم. وطبعا بشكر كل متابعيني الكرام اللي بيشوفوني من خلال قناه الاهلي وبيتصلوا بيا وبيتابعوني، بشكرهم شكرا جزيلا. تعالوا بقى نحط كده، انا هزود بس هنا معلقه صغنونه من الزيت بس. هحط بقى هنا رشه زعتر، عايزه طعم كده للفراخ الاول عشان تبقى طعم الفراخ جوه الشوربه حلو. تمام. وبعدين هناخد معلقتين الدقيق الشوفان كده، دول اللي هيدوا شويه قوام حلو للشوربه.
اصلا ريحتها روعه. وتعالوا بقى ننزل الاول المرق. بسم الله. مرق الخضار، مرق الخضار ده ممكن نعمله بالجزر والكرفس والكرات، ونحط معاه ورق لورا وحبهان ومستكة، ونسيب الخضار ده يغلي على النار بشكل حلو لحد ما تتكاثف الشوربة، ونبدأ زي ما بيقولوا كده نحس ان عندنا خليط حلو من الخضروات الجميلة. طيب ناخد معانا هنا. هنا من الجيزة، اهلا. هالة اهلا وسهلا. الخط قطع، يا ريت تحاولي تكلمينا تاني حبيبتي. بصوا هاخد شويه كده اللي هما كوبايتين اهو، بس كده خلاص. بصوا بقى كده اللبن احنا حاطينه، خلي الدسم اللي مش عايز يضيف لبن. عايزه اقول لكم اللبن ده فيه نسبه عاليه من الكالسيوم، و عايزه اقول لكم كمان فيه نسبه بوتاسيوم كويسه، وفي فيتامين بي. عايزه اقول لكم اللبن ده مهم جدا، بس يمكن في ناس يبقى عندها مشاكل مع اللبن. اللي عنده مشاكل مع اللبن يا جماعه ياخد الزبادي، والزبادي عايزه اقول لكم افضل انواع الزبادي بحكم الناس اللي بتدرس نيوتريشن والناس اللي فاهمه، صدقوني الزبادي اليوناني، الزبادي اليوناني او ما يقال عليه اللي هو الكوتج يوجرت ده، كل ما هو قوامه تقيل كل ما تتأكدوا ان البروتين فيه عالي. الواحد بيروح يحضر المحاضرات عشان يستفيد بحاجات الواحد مش فاهمها، يقولك الزبادي ده اصلا هو معمول من اللبن، وبياخدوه يقتلوا في المصانع، بياخدوه يموتوا البكتيريا اللي موجودة كلها في اللبن خالص على درجة حرارة، وبيضيفوا له البروبيوتيك. هو البروبيوتيك مش بينتجه، هو بيضاف له، وهي دي اللي بتبقى الخميرة النافعة اللي موجودة فيه، أو البكتيريا النافعة اللي احنا بنستفيد منها. وبعدين بيبدأوا بقى تسلم ايديكم حبايبي. انا طبعا حاطه هنا الزعتر، على فكره لو عندكم مشروم حطوه في مع الفراخ، وادوله بس عصره ليمون. انا بس حابه ان انا استخدم الليمون هنا الفريش عشان اخد حته كده صغنونه تدي كده عصره الليمون دي بتدي طعم كده وتيست جميل. اوكي هنقلب بقى شويه كده لحد ما تغلي، وتاخد الفراخ دي تاخد تسويتها كده بالراحه شويه صغيرين، وبعدين نشوف القوام بتاع المرق. احنا عايزين الشوربه دي تبقى قوامها خفيف، ولا عايزينها تبقى وسط، ولا زياده شويه؟ هنشوف بقى على حسب كل واحد بيحب الشوربه بتاعته ازاي. انا بس عشان هي بتبقى من الشوربات الدسمه قوي، وعشان فيها نسبه كريمه، انا احط عليها معلقتين كريمه بس عشان ما تبقاش دسمه كتير. وانا بقول لسه في اللايف قبل ما اطلع لحضراتكم دلوقتي على الهوا، بقول لهم اللي ما بيشربش ميه في الشتاء لازم تشربوا ميه كتير، لازم تشربوا ميه كتير، ميه مهمه حتى للاطفال. كان في دور برد منتشر الفتره اللي فاتت بين الاطفال كتير، حبايبي تعبوا فيه جدا جدا. لكن مهم قوي شرب الميه، مهم قوي الفيتامين سي، مهم ندعم بالرمان. الفراوله قربت هتنزل او بدا اشوف منها، لكن هتبدا ان شاء الله. البرتقال على فكره، الافوكادو من الحاجات الصحيه جدا اللي ممكن ناخدها وتتعمل من العصاير اللي هي مسموح بيها قوي، ونسبه البوتاسيوم فيها اعلى تخيلوا من الموز، على الرغم ان احنا عارفين كلنا ان الموز نسبه البوتاسيوم فيه هي اعلى حاجه، لا هي مش اعلى حاجه كمان، هي الافوكادو فيها مضادات اكسده وفيها مضادات للالتهاب، وما بترفعش نسبه السكر في الدم، فهي حاجات مفيده ومن العصائر المفيده، ويعد من الفاكهه وليس من الخضار الافوكادو. كمان العصير الليمون، الليمون كويس قوي، فعايزين كمان الليمون نستفيد منه، لانه الليمون من الحاجات الحلوه، لكن ما تضيفلوش سكر. ممكن نحط الليمون بميه فواره، ممكن نستخدم معاه النعناع الاخضر، حاولوا تقننوا. النهارده انا هشتغل وصفه لكل اصدقائي اللي طلبوا حاجات بالسكر الدايت. بصوا انا زي حالاتكم بالظبط بدور على انواع سكر جديده، كل ما ينزل منتج في السوق سواء دقيق ولا سكر ولا شاي ولا اي منتج جديد بحب استكشفه. اول ما بستكشفه اعرف ايه هو اللي انا هستفيد منه فيه، وهو ضاف لي ايه، والفرق بينه وبين المنتجات الاخرى ايه، عشان اقدر اوصل لحضراتكم حاجه مفيده تغنيكم عن التجارب الكتير اللي ممكن تكون بعضها مش ناجح.
انا بعتبر ان ده دورنا او ده المفروض، يعني انه اي حد في الدنيا اخذ او حب الهوبي دي او حب ان هو يعني يتالق فيها انه يجرب كتير قوي. التجربه هي اللي بتخلي الواحد يعرف يجاوب على اكبر كم من الاسئله، لان انا لو ما جربتش مش هعرف. حضرتك لو قلت لي سبب اقول لك السبب ده بسبب ايه، مش هعرف. فانا لازم ابدا، بصوا الطاجن، بصوا بقى، بس انا لازم اقلبه بس الناحيه الثانيه، لازم ابقى انا جربت عشان لما حضرتك تساليني عن سبب ابقى انا قادره ارد عليكي واقول لحضرتك ده العيب فيه فين. تمام؟ النهارده انا هستخدم، احنا بينزل معانا طبعا فقرات طبيه متالقه، النهارده هستخدم سكر لسه نازل. في انواع سكر كتير دايت في موجوده، واكيد احنا بنتعامل مع اغلبها، وفي منهم نوع معروف قوي من الانديان هيرب او من العشبه الهنديه اللي احنا عارفينه كلنا، بس ده لما بيبقى هي بس يعني العشبه دي بس ما فيش معاها اضافات، وتقروا على العلبه لان بيبقى مكتوب، لان موضوع سكر الدايت ده انا يعني عايزه اقول لكم يعني لما الواحد بيدرس بيفهم بيبدا يعرف حاجات كتير، ويمكن الدراسات ما اكدتش حتى الان ايه الضرر وايه النافع، دايما بين البنين، احنا دايما عايزين حاجه قطع. لكن كل اللي اقدر اقول لكم انه يعني ايه، الناس اللي بتبقى عايزه تقنن من كميات السكر، هم بياخدوا كميه سكر كبيره على خلال اليوم وعايزين يحافظوا على صحتهم وعاوزين يعملوا دايت، بياخدوا السكر الدايت كوسيله للتقنين من السكر الابيض علشان يساعدوا نفسهم انهم يبداوا يقننوا ويقللوا من نسبه السكر البيض الابيض اللي هم بيستخدموه في العموم في العادي. تمام؟ انا بفضل ان انا ممكن اشتغل بيه انا في البيت، ممكن اعمل بيه بصراحه وصفتين في الاسبوع، يعني مش كل حاجتي بتبقى بدي ابيض، مش كل حاجتي بتبقى بسكر عادي، بستخدم الحقيقه البني وبستخدم العسل وبستخدم السكر الدايت، وبنوع وبعرف، لانه لازم اعرف ده طعمه ايه لما دخل. اهم حاجه اختاروا السكر اللي يناسبكم، اللي يريحكم، اللي طعمه مبقاش فيه الاجزاء او الطعم اللي فيه الصدى اللي ساعات بيضايق بعض الناس، وهو ده النوعيه اللي بتبقى كويسه علشان يعني ايه ما يتغيرش الطعم ويكون بيدخل على الساخن، يعني نقدر ندخله ويتعرض لدرجات حراره عاليه وما يتغيرش طعم. بنقنن منه بنحاول، لكن ما تكتروش، يعني كل شيء ان زاد عن حده بينقلب الى ضد، فاحنا خلينا ايه نساعد نفسنا بحاجه جميله. انا النهارده هستخدم سكر سيسل، قعدوا يقولوا لي سيسل سيسل، انا جربته انا عن نفسي، بس انا بقى النهارده عايزه اجربه في القناه علشان الكرو اللي معايا والناس اللي معايا تدوق وتقول ايه رايها، لان ده بالنسبه لي مهم جدا، فكره انه مش رايي لوحدي وراي الناس هتقول ايه، الناس اكيد هنطلع بحاجه مختلفه. هنشوف بقى فعلا، وانا ان شاء الله واثقه انه من ضمن الانواع اللي هتضيفوها او تحاولوا انكم تجربوها باذن الله. طيب انا هنا هسيب الشوربه شويه وناخد التليفون اللي معانا. مدام سمير اهلا وسهلا حبيبتي. مدام سميره ازاي حضرتك؟ الصوت بعيد قوي. تسلم يا ايدك يا حبيبتي على المعلومات الجميله. ايوه حبيبتي. تسلم يا مدام سميره، ما تحرمش من حضرتك. تسلم ايدك على المعلومات الحلوه اللي انت بتديها لنا دي. فعلا الافوكادو احنا ممكن ناكله كده. ايوه، او نشربه يعني من العصائر المسموحه. تعرفي يا مدام سميره، ممكن اقول لك حاجه؟ ايوه حبيبتي. ان دايما يقول لك لو عايزه تستفيدي من الفاكهه كلي الفاكهه كامله، لان الفاكهه فيها نسبه سكر، فيها يعني لاكتوز، وفيها سوري فركتوز، وفيها الياف، فالالياف دي بتقنن من نسبه السكر اللي داخله الجسم. بالظبط. فاحنا لازم نستفيد بالفاكهه كثمر، الوحيده اللي ممكن ناخدها عصير ومفيده هي الافوكادو، عصير او اكل يعني، والليمون حتى في الاكل جميله. حتى في الاكل دي حقيقه، حتى في الاكل حلوه قوي. دي حقيقه يا حبيبتي. لا اكلها، لان انا اكلتها فعلا. عايزه اقول لك كمان الدقيق اللوز عملناه بسكوت بليانتون. الله. كان يجنن. طبعا. حلو قوي. طبعا هو بس يمكن مكلف بره، بس حضرتك اعمليه في البيت اوفر. هو مكلف فعلا. ايوه بالظبط. دي بس ما يمنعش. بالنسبه للسكر انا بستعمل العسل النحل. العسل جميل، بس برضو انا دايما مع تجديد مصادر السكر وتغييرها وتقنينها، يعني وتقليلها، ان احنا ما ناخدهاش بكميات كبيره. يعني هو عموما السكر بكل انواعه، عشان في ناس، بس مش بشكرك طبعا مدام سميره، في ناس تقول لك ايه الفركتوز ده، ما احنا بناخد سكر طبيعي من الفاكهه،
لا يا جماعة، ما هي الفاكهة احنا في الاخر بنتغاضى عن السكر الابيض، عشان احنا لو شربناها عصير احنا هنتغاضى عن الالياف، فاحنا مش هنستفيد منها، فاحنا بناخد كمية فركتوز هي زي اللي في السكر الابيض. يبقى احنا عملنا ايه وما خدناش الفايدة منها من الثمرة نفسها؟ وبعدين مش بتشبع، فعلا بتجوع. يعني احنا لو هنحسب كوباية البرتقال اللي هنشربها دي هنحط فيها كام برتقانة؟ 4 برتقانات، 5 برتقانات. طب احنا لو كنا برتقانة واحدة بس كاملة هنشبع، يعني البرتقانة هتبقى كافية. وفي الآخر يقول لك إيه، الكبد أول حاجة بت 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 بتاخد التشوك دي، العصير ده أنا بروح مدياله نسبة سكر عالية جدا، يعني بيسموها حاجة، يعني بيقولوا عليها إيه، تسونامي إفكت. إيه ده، أنت اديته جرعة قوية جدا فجأة. فإحنا بنحاول إن الفاكهة نستفيد منها قد ما نقدر. دراسات يعني انا بقرا كتير وبشوف كمان فيديوز لحد من الناس، ما اعرفش يمكن حضراتكم ممكن تحبوا تشوفوا له فيديوز، اسمه دكتور بيرج. دكتور بيرج ده بيعمل فيديوز حلوه قوي بتبقى مترجمه، يعني اللي حابب يشوف ويسمع. يقول لك ايه، السكر اللي موجود في عصير الفاكهه اللي احنا بنعمله اللي بناخده في المياه الغازيه او في الصودا او في الحاجات دي بيبقى تخيلوا اخف ضرر منه في اللي داخل جسمنا. فالحقيقه انا يعني عايزه حضراتكم برضو الناس اللي بتبقى حابه قوي الجزئيه دي وبتحب تشوف، في دكاتره كتير تغذيه ناس محترمه جدا كانت بتدرس لنا وبتدرس في كليه الشرطه وبتدرس في اماكن محترمه، بتقول لنا شوفوا لكذا وشوفوا لفلان. الحقيقه دي حاجه جميله جدا الواحد يبقى مطلع، يشوف دايما الدراسات الجديده ايه، يشوف دايما احدث حاجه قالت عليها منظمه الصحه العالميه ايه، يعني نبقى كده ملمين بالجديد ونبقى عارفين ايه الصح. تعالوا ناخد هدير. يا هدير اهلا اهلا. ايوه اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. ازيك يا فاطمه؟ اهلا بيكي يا روح قلبي. انا اول مره اكل على مكالمه على الهوا كده مع حضرتك. والله ده شرف ليا يا حبيبه قلبي، من حسن حظي بقى. اتفضلي يا روحي سامعاكي. حبيبتي ربنا يخليك يا رب يا شفا عظيمه. تسلمي. انا بس كنت عايزه اسال على طريقه المارشميلو. ده جميل. اوكي حاضر. هو قريب قوي من طريقه القشطه اللي عملناها في رمضان، عارفه القشطه الفلافي دي بيبقى فيها نسبه جيلاتين، بس هي فكره ضرب الجيلاتين. نعمل لك حلقه من عينيا الاثنين يا هزير للمارشميلو، ونعمله لك ملون كمان، هو في البيت طبعا بيبقى جميل بس لابد من استخدام الجيلاتين. طيب تعالوا بقى نطلع كده اللي في الفرن، انا شايفه ان الوضع رائع. بصوا كده هنحطها بس اخر مرحله واحنا بنصب. بصوا كده، يا نهار ابيض جميله. واحلى حاجه بقى لما تسيبوها بصوا مش مستويه مهريه، ده احنا هنطلعها وبعدين هنغطيها شويه وبعدين هنسيبها تهدى، ولما هتهدى هتلاقوا كملت سواها وبقت مظبوطه جدا. حلو الكلام، كلام جميل. طيب انا وعدك نعمل حلقه مارشميلو يا هدير. حاضر اتفضلوا حبايبي اتفضلوا. طيب ما تخافوش انا ما كنتش هعمل حاجه، بسم الله اهي. اتفضل يا استاذ فضل. بصوا بقى، بصوا المرق انا شايفاه جميل اهو، شايفين شايفين هي مديه كانها فيها كريمه كتير. بصوا ما شاء الله، ما بتاخدش وقت لان الاوراك او الشيش طاووق ده لحم بس ما فيهوش عظم، فهي ما بتاخدش وقت خالص، وان شاء الله تستمتعوا بيها باذن الله وصحه وهنا على قلب حضراتكم. شويه بقى رز جاسمين رايز، عايزين تاكلوها جنبها عيش مثلا بني او عيش بلدي ماشي، يعني اللي يريح حضراتكم. شويه شوربه اهي جميله، هنحط بقى عليها الليمون. والله بصوا الشوربه طعمها يجنن. خليني ادوق بس كده مع حضراتكم عشان رانيا عايزه تدوق منها، فانا مش عايزه اديها لها وحشه ولا حاجه تقعد تقول لي عملتي حاجه وحشه. بسم الله. شوفوا بقى هي طعمها مظبوط. اول ما هزود الليمون عوضوا دايما الملح اللي هو باقي له تركه بالليمون، الليمون دايما يغني عن الملح ومفيد. طيب انا هبدا بقى اصب الشوربه وناخد حبيبه قلبي ام اسلام حبيبتي. صباح الفل يا روح قلبي. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. وحشاني والله، مش قادره اقول لك قد ايه. انت اكتر اكتر بكتير. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا نور عينيا. يا رب يحبب فيكي خلقه كمان وكمان يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي تسلميلي، دعوه ماما ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي ودايما منوره الدنيا كلها. الله يسعد قلبك حبيبتي ويخليكوا لي يا رب. ربنا يخليكي، انا كمان عايزه ادوق برضه. بس كده ده انا ابقى جايه حالا، اول ما اخلص الحلقه
واللي بعد الحلقه هي على طول. حبيبه قلبي بالهنا والشفا والله، كل حاجه منك حلوه قوي والله. حبيبتي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. وعايزه اقول لك فعلا الدكتور لسه قايل لي امبارح على موضوع الضغط ده. أيوة. انه الليمون فعلا بيتعوض الملح. أيوة. يعني بلاش تحطي ملح. أيوة. وعوضيه بالليمون. ايوه صح، انا بعمل كده حتى في السلطه، حتى في الخضار، اي حاجه اي حاجه. ما تحاولوا ان احنا نقلله على قد ما نقدر برضو. بالظبط كده. ما هو زي السكر، واستغلوا في امكانيه، يعني اذا في امكانيه. صح كده. بقول لك معلوماتك كلها جميله. ربنا يسعدك يا قلبي. ربنا يخليك ليا. ربنا يخليكي حبيبتي، وسلامي كل كرو البرنامج. يوصل يا روح قلبي، نورتينا وشرفتينا. شكرا يا حفظ الله يا حبيبه قلبي. بصوا بقى، انا احط الكريمه، بصوا عشان انا بتحال على الموضوع اصلا. عميمه مش هتحطي الكريمه، انا هسيب رانيا تزود اللي هي عايزاه عشان انا ضميري مش هيسمع. بصوا بقى كده، والله ما محتاجه، بقول له احلف لكم بالله. ماشي، هما بيقولوا لي مش احنا المفروض يا شيف نحط الكريمه؟ طب والله العظيم انا دقتها ما محتاجه كريمه. ايه رايكم بقى؟ يعني هي حتى من غير الكريمه روعه. انا بقى حطيت كده، واللي عايز يزود يزود. بصوا بقى، وعصره الليمون اهي اهي، وبقى بالهنا والشفا بجد، لان الشوربه دي جميله حقيقي بجد، والله مش بقول كده، لكن طعمها حلو، ويعني ايه، مش من الحاجات الدسمه اللي تتعبنا، عشان في ناس ممكن تتعب قوي من الشوربه دي. خليني هنا ايه، احط كده شريحه من الليمون، ممكن هنا شريحه تانيه كده. انا لو اعرف بس ميشو بيكلم مين. ها، تقولوا لي ميشو بيكلم مين؟ بس احط لكم واحده كمان. حاضر يا حبايب قلبي، هنقدمها حالا. عيوني، ودي للي حابب يزود اهو. تعالوا بقى نروح نقدم الايه، الشوربه الجميله دي، نحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد انا بس هحتاج ان انا اجيب طبق، فاسمحوا لي ايه، اجيب طبق من هنا احطه تحت البايركس عشان بسم الله، يلا بينا وناخد كده. يعني عايزه اقول لكم كمان ان الزبادي خلي الدسم طلع في الباي باي، مش مفيد، مش مفيد خالص، يعني لا استفدنا منه بروتين ولا استفدنا منه اي حاجه. فهو الزبادي اليوناني اللي جميل. بسم الله، خدها كده. بسم الله، ايوه بسم الله. ودلوقتي بقى نستسمح حضراتكم، هنطلع لاستراحة، ونرجع بعد الاستراحة نعمل صنف كيك لطيف قوي في كده الوانات حلوه تشد الاولاد، ومش عايزين نكتر فيه السكر. تعالوا نستخدم السكر الدايت فاس، ونشوف لو هنعمل كيك هناخد معيار قد ايه من السكر السيسل اللي معانا، واللي عنده اي نوع سكر بيحبه او بيفضله يجربه، ونشوف كده هيطلع اخبارها ايه، ونشوف اراء الناس ايه. انا مع حضراتكم ان شاء الله بعد الاستراحه، في انتظاركم. رجعت لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. عملنا ايه؟ عملنا شوربه الكريمه بالدجاج، بسيطه وجميله، والله مش محتاجه الكريمه صدقوني، لو ذقتوا طعمها بالطريقه اللي عملناها وهي خفيفه اهي، وحطينا معلقتين زي شوفان كده للقوام، ادت تيست حلو. عملنا لبن خالي الدسم، وحطينا مرق خضار، طلعت جميله. حطوا بقى الليمون الجميل ده واستمتعوا بيها دافيه كده. وعملنا كمان طاجن سهل وبسيط وسريع بافخاذ الدجاج او بالطاووق اللي احنا دايما بنشويه، قلنا نحطه في الفرن مع شويه خضار بس. عملنا له صوص كده حلو من الزبادي وتتبيله جميله، ان شاء الله تنول اعجابكم وتاكلوه صحه وهنا. طعمه حلو، والفراخ طريه وليها تيست، والخضار اللي تحت تشرب من الفراخ ونزلت الصوص بتاعها عليه وبقت جميل. طبعا الطاووق ده فيه نسبه دهون خفيفه كده، فهي مش محتاج يعني ايه ان احنا نزود له اي دهون، احنا يا دوب حطينا كام معلقه زيت زيتون في الاول مع الصوص. دلوقتي هنعمل كده وصفه لطيفه وسريعه، هي الماربل كيك. الماربل كيك دي دايما بنعملها كنا بالفانيليا والكاكاو، لو تلاحظوا ايه، بندخل لونين مع بعض ونفضل نحط شويه ابيض وشويه شوكولاته وشويه، لما تدي الشكل الرخامي. ماربل جايه من الرخام، عارفين الرخام لما يبقى مجزع كده وجميل. دلوقتي بقى احنا هنعملها، بس ممكن نزود فيها الوان تانية، ممكن نعمل اكتر من لون مش بس لونين بالكاكاو والفانيلا.
طيب اللي هنا عندي مثلا الخطوة الأولى هعمل فيها 250 جرام من الزيت، عندي يعني تقريبا كوباية، عندي 3 باكيت سكر سيسل لو أنا هعمل قالب كيك كبير زي اللي حضراتكم شايفينه في العرض ده. الثلاثة باكيت دول ممكن يكون الباكيت الواحد بيحلي معلقة سكر، وممكن لو أنا حاسة أن أنا بحب السكر قوي أخد الثلاثة اللي بيحلي 2 معلقة سكر. على فكرة السكر ده بيدي تحلية حلوة، فيعني إيه إحنا نقدر نكتفي ب2 باكيت كمان، يعني 3 ده أنا عاملاه علشان الناس اللي بتقول أنا عايزة طعم السكر أنا ما بقدرش أستغنى أن يبقى في حاجة مسكرة لأني مش هاكل أنا كده، أنتوا يعني بتضايقونا. فإحنا بنرد ومن خلال برضو السايت بتاع الدكاترة الخاصة بينا عشان دي حاجات بتحصل وحالات حقيقية. طيب عندي 5 صفار بيض، أنا عندي بالفعل 5 بيضات، هفصل الصفار عن البياض، وعندي معلقة فانيليا، وعندي معلقتين حليب باودر، وعندي 250 جرام من دقيق الشوفان، معلقة بيكنج باودر، وهاخد البياض لوحده هحط معاه برضو، يعني أنا هقسم الثلاثة باكت دول هاخد 2 مع الصفار واحد مع البياض، لان لازم اضرب البياض ده مع رشه ملح وسكر. طيب انا دلوقتي هاخد كده المقادير دي سريعه وبسيطه ونقدر نلون فيها جزء ابيض وجزء لا، خليني كده ايه اخد بوله صغننه نفصل فيها الخليط ده. البيض لو الحجم البيض عند حضرتك كبير استخدمي 4 بيضات بس كفايه، وممكن لحد 3 بيضات تنجح معاكي الكيك القالب الكبير مفيش مشكله، طالما البيض فريش السوائل اللي فيه ممتلئة أو جميلة سواء من البياض أو الصفار خلاص. لكن أنا هنا البيض بصوا بيض بلدي فصغير، فأنا هضطر أن أنا أستخدم الخمس بيضات خلاص، وهاخد الصفار هنا في جنب. طبعا مهم قوي أن احنا نفصله صح، خلوا بالكم لو نقطة من الصفار جت في البياض هيبقى مش هيتخلط معانا، فنكون حريصين قوي شوية كتير خلاص. طبعا لو برضو المكان اللي هنضرب فيه البوله مثلا مبلوله برضو البياض مش هينتفخ معايا ويديني ايه فوليوم. تمام، اقدر اخد من البياض احط في الصفار لكن العكس لا يبوظ البياض. كل دي اسباب لو احنا جايين نضرب ايه بياض البيض وما نجحش يبقى مورانجي يعني، او يبقى الفوم اللي حضراتكم متعودين. بصوا البيض ما شاء الله البلدي كمان فريش ازاي بيبان، بصوا الصفار بيجري في وبيلمع ازاي، بسم الله ما شاء الله بسم الله اهو شايفين السوائل قادرمه قويه وقويه يعني مليانه على اخرها، والبيضه تقيله. تعرفوا البيض الفريش لما تمسكوا البيضه تلاقوها تقيله، البيضه خفيفه تبقى سوائلها بدات تجف. طيب دايما مع البياض لازم رشه ملح خلاص، هشيل ده خليكي معايا يا نودي. هاخد بقى كده البيكنج باودر انت معايا كده، ما انا هعمل كده، هناخد بقى علبه من السيسل اهو، هو في كده الباكتس دي، هو هنا بصوا مكتوب عليه اولا السيسل بدون اسبرتام، اسبرتام دي من المواد اللي هي بيقولوا انها دايما بتاثر على ايه البكتيريا النافعه اللي هي بتبقى جوه البطن او المعده، فبتاثر عليها بشكل او باخر على اللونج ران، فهي مش مفضله، وبعدين بعد شر بتعمل بعدين يعني امراض وحشه. هو هنا بدون مواد حافظه وبيدخل على السخن وما فيهوش السكرين خالص، ف يعني خلينا كده نجرب. انا هاخد 2 باكت، بصوا بقى هناخد بقى اول حاجه كده بوله تانية هناخد فيها الزيت والسكر. انا هاخد السكر الدايت، فانا هحط الزيت كده اللي هو ده 250، ثانيه واحده بس اتاكد. ماشي بسم الله اهو، هنحط مع السكر السسل، هناخد كده ادي واحد، الواحد بيعادل معلقتين سكر خلاص، ادي 2 ادي 3 بس، انا مش محتاجه اكتر من دول كده يعني احنا عاملين، والكيكه تطلع روعه. تشربوا بقى جنب حاجه نبدا، احنا عايزين نقنن، احنا في الاخر هدفنا نقنن من نسب السكر الكتير الابيض اللي بنستغلها لحد ما نستفيد من وجود السكر الدايت ده في المرحله دي، في المرحلة دي بعد كده احنا هنقلل بطبيعتنا. تعالوا بقى نضرب دول كده مع بعض،
انتوا المضرب حاطينه لي فين يا حبايبي؟ ها؟ بس انا بفكر احطهم في الخلاط. والله ليه يا روحي؟ ما هو جوه، هو انا شفته. لا لا الخلاط. يلا حبايبي هنحط كده الزيت ده، لما هيتضرب هيعمل زي فوليوم كده. بصوا، بسم الله اهو، ده بسكر عشان بس يدي الطعم. ايوه هنضرب بقى الخليط ده شويه. حلوين محتاجناش الزبدة اهو. بسم الله هننزل بقى صفار البيض، وطبعا هجيب الفانيلا. الفانيليا هاخد منها على الصفار. فين هي؟ اهي بسم الله. شوية وهسيب نقطة للبياض برضو. خلاص نضرب الخليط. هننزل هنا، شايفين الخليط؟ بسم الله. مش سامعاكوا كويس يا روح قلبي. بصوا بقى هنحط هنا بقى الاول اللبن الباودر. هجيب بس ويسك. اللبن ده بيدي طعم وتيست حلو، تقدروا تستغنوا عنه لو انتوا عايزين، بس هو بيدي تيست حلو جدا. خلاص ممكن ده يعني عباره عن تقريبا معلقتين. حطينا الفانيليا مع الصفار، بس بعد ما ضربنا الزيت مع سكر سيسل او سكر الدايت ايا كان نوع. هنبدا بقى، عندي هنا البيكنج باودر، حط شويه البيكنج باودر على الدقيق، وطبعا ما تنسوش رشه الملح بتظبط جدا. بصوا هنقلب. اللي عنده شويه جنين قمح او معلقه عايز يحطها تبقى روعه في الكيك، يا سلام لو موجود. هنحط بس الخليط ده كده. بسم الله كده، وتعالوا نقلب هنا. هنحط بقى كمان الزبادي، معلقتين الزبادي دول. هنقلب كده تقليبه. عايزه اقول لكم من الحاجات الجميله، عايز بقى اللي عايز يدعم كمان الطعم ممكن يحط رشه قرفه بسيطه جدا، اختياري. تمام. هنيجي بقى هنا، شيل دول. خلينا بس ايه نجرب كده بالويسك التاني. احنا الويسك بتاعنا فين اهو؟ هناخد كده بوله كبيره نضرب فيها كده شوية بياض البيض دول. بسم الله. بس نديها بس فوليوم كده. ما قلتوش ليه قبل؟ ها؟ لا كده شايفين، ينفع بالايد عادي، وينفع يعني لو انتوا عايزين، مش عايزه ازعجكم، بس انا مش هحتاجه يبقى جامد قوي يعني، بس عايزه اشيل دي. وتعالوا بقى نقلب تقليبه حلوه كده. هفك بيه بس شويه، عايزينه بقى يبقى يوصل للمرحله اللي فيها زي المارينج. ماشي، عايزينه شويه شويه، وبعدين هحط بالتناوب معاهم شوية الفانيلا اللي باقية، وهنقلب تقليبة. عايزة اخد بقى الاسباتيولا
وناخد ام محمد معانا. اهلا وسهلا. ام محمد اهلا بيكي. الو. ايوه ام محمد اهلا وسهلا. ايه حضرتك يا شيف؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني. عامله ايه؟ هلا بخير يا روح قلبي. اتفضلي. ربنا يخليكي دلوقتي. تسلمي. لو ممكن بس اسال عن طريقه بنت الحلاق. اه طبعا. انت عايزه تعمليها يعني في البيت؟ اصل الويبنج كريم دي بصي انا عايزه كريم اللي هو اسهل الكريمه اللي هي كريمه الشانتيه ديت. اللي هي ايه معلش؟ اسهل كريمه اللي هي كريم الشانتيه. اه حاضر، من عينيا الاثنين، من عيني انا والله. انتوا بتفكروا في حاجات مهمه جدا، وانا بجد عايزه اعمل لكم بيها حلقات، بما اننا بقى بدانا نعمل مصنعات ونعمل. احنا يا رانيا حلقه الحلاوه اتعرضت ولا لا؟ ولا لسه؟ حلقه الحلاوه الطحينيه اتعرضت يوم الاربعاء. اه طبعا ماشي. يعني احنا عملنا الحلاوه كمان بكذا طريقه، عايزين بقى نعمل الكريمات، وعايزين نعمل بديل للكريمه، كريمه الطهي كمان، علشان الحاجات دي بجد مفيدة وبأصبحت مكلفة فعلا. هناخد بقى شوية كده بولتين، هاخد كده شوية من الخليط ده وشوية من الخليط ده وشوية من الخليط، هسيبه فاتح خلاص. شوية هاخد منهم كاكاو وهقلب. كده ماشي حلو قوي. كده كاكاو ده طبعا خام، شايفين؟ نعم. والله زي ما انتوا عايزين. عايزين تخففوه احنا؟ لا، هنحط بق ميه. بق ميه بس، احنا مش عايزين نكتر من حاجه. اللي عايز لا طب ده بالعكس، ده احنا لما بنيجي نعمل البيض ده لازم نعقمه، ولما بيتعقم بيتعقم على طريق درجة حرارة. لا ينودي حبيبتي يا ندى. بصوا كده، هاخد كده الخليط الحلو ده اهو، انا مش عايزة اكتر من كده، يبقى الخليط حلو. كل ما يبقى تقيل، خلوا بالكم قوام الدقيق الشوفان تقيل، فاحنا مش هنتعامل معاه زيه زي الدقيق الابيض. تمام. هناخد بقى لون مثلا، نلون شويه الباقيين دول زي مثلا بالاحمر، بما اننا في قناه الاهلي فعايزين ناخد نقطه من لون الاحمر. يا خبر، ناخد كده ون ايه ون نلون. على فكره الاولاد يحبوا قوي الحاجات دي، ممكن تعملوه كب كيكس كمان لو مش عايزين تعملوها قالب كيك كبير. حاضر. حاضر. بسم الله. ها كده ايه؟ طيب يا حبايبي كده اهو، شايفين الجمال؟ وده الابيض. طيب هناخد بقى احنا القالب بتاعنا، حاطينه لي فين يا قطايط؟ اهو، هاخد مسحه من الزيت نقطة كده. بسم الله. هو القالب أصلا إن شاء الله مش هيلزق فيه حاجة، لكن تحسبا اللي عنده قوالب عادية يحط فيها من تحت ورقة زبدة، ورقة خبز، ويدهن فوقها خلاص، عشان تبقوا دايما مطمنين إن إيه مفيش حاجة تلزق في الكيك، وده مهم. بصوا كده حلو قوي. هاخد بقى الكميه دي الاول، الكيك عايزه اقول لكم الزبادي ده كمان بيخلي الكيك، معلقتين الزبادي اللي حطيناهم دول بيخلوا الكيك بجد طري جدا، حلو ليه طعم كده. وبصوا خلوه كانه خمر نفش، وخلوه فيه طراوه، نسبه السوائل فيه مظبوطه، لان خلوا بالكم دي شوفان، ودايما دي القمح في المعجنات كمان بيبقى خادع شويه. طيب هاخد بقى هنا اللي عملناها بالشوكولاته،
هنلعب فيهم بقى كده ايه على خفيف، تبقى كده ايه زي المربى، هندخلهم في بعض بس عشان ما تبقاش منمقه قوي. تمام، غير الزبره، الزبره مختلفه. الزبره بنحط نقطه ونقطه فوقها ونقطه فوقها، نفضل كده لحد لما تبقى كلها طالعه زي بعض، وان ايه نختمها بالاحمريكه. بصوا بقى شارب السوائل وبقى متماسك، ما تتضايقوش، هو ده القوام عادي. حلو الكلام، كلام جميل زي طمطم. والله وحشني بوجي وطمطم، احنا من الجيل ده على فكرة، الجيل اللي هو ايه عايش مع بوجي وطمطم ده. طيب خليني بقى اخد ايه كده، خلاص خلاص هنسيبها بقى دي عشان من الخليط، فانا مش هسيبهم كده، هنزلها وهناخدها الحراره عندي على 180، مفيش اكتر من كده، 180 على الشبكه في النص دي، هتاخد لها 25 دقيقه تطلع وتبقى جميله جدا. ليه 35؟ على حسب لو انتوا عايزين تضاعفوا المقادير او تخلوه معيار ونص، هي لسه هتعلى، فهتعلى تبقى زي اللي احنا معرضينها. حضراتكم عايزين تكبروها عن كده، دي حاجه ترجع لكم اهو. هنقفل بقى عليها، ادي النار 180، احنا كنا كده مسخنين الفرن على 200. حلو الكلام، هنبدا بقى نشوف الكيك بتاعنا، عايزين نقطع لكم قطع. طيب نشوف كده عشان تشوفوا الالوان. حاضر ايه محمد، انا بس عايز اشوف السكينه المنشار بتاعتي، محمد تقريبا خدها. ايوه معاك يا دودو. لا الحمد لله اخيرا ما اخدش حاجه من عندي، الحمد لله. يا سيدي حلوه باينه يا ولاد، عشان انا مش شايفه. طيب تسلم، ماشي حبيبي، انت بتزعل ايه فضل، انا سمعتك حبيبي. بتبقى جميله والله جدا لطيفه. طبعا زي ما انتوا عايزين بقى تكتروا الاحمر، تقللوه، تحطوا لونين كمان، دي حاجه ترجع لكم يعني جميله. المهم بقى ان هي طريه، وان هي طعمها حلو، وان هي السكر بتاعها ما هواش كتير على الحجم بتاعها، فهنقدر نتبسط بيها وناكلها لكل اصدقائنا اللي عندهم مشاكل مع السكر. النهارده عملنا ايه؟ النهارده عملنا شوربه الكريمه بالفراخ بطريقه بسيطه وسهله، ما حطيناش نسبه كريمه كتيره خالص، استخدمنا فيها للقوام دي شوفان، حطينا عصير الليمون مكان الملح ما خليناهوش كتير، وحطينا كمان عملنا طاجن لطيف بافخاد الدراج او الشيش طاووق يعني بالخضار نايف نايف الفرن، وعملنا كمان الكيك الماربل كيك، دخلنا فيها الكاكاو الخام ودخلنا فيها سكر دايت بتاع ساسل، علشان اللي عنده اي نوع حابب يستخدمه في كيك زي ده يبقى عارف المعيار وعملنا التكنيك بتاعها ازاي. شوفوا الكيك جميله وطريه وان شاء الله تستمتعوا بيها. ودلوقتي هنستعد مع حضراتكم للفقره الطبيه، هنستسمحكم بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.